بالنسبة لهذه الوحدة اللي هي جمهرة العمليات الخاصة للشرطة، هي وحدة متخصصة تتدخل في الأزمات يعني لمحاربة الإجرام وبصفة خاصة الإرهاب والجريمة المنظمة كاحتجاز الرهائن أو التدخل في الأزمات التي تعرف تأزم أمني. هذه الوحدة حاليا متواجدة بإقليم ولاية بومرداس وتتكون من أفراد شرطة مدربين مجهزين بكل وسائل المادية والحديثة والتكنولوجيا الحديثة.